وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذكرت لنا، وهي أن كثيرا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية، وهي ما يسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيدا للمسلمين، لأنه كلما كثرت الولادة على هذا الحال ضعف الجلد، جلد البطن، وصار الحمل خطرا على المرأة، وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرا من النساء عرضنا على المستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية، وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية، وذكر أكثر من 80 حالة في نحو شهر أو أقل، أو أقل أو أكثر قليلا. وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها، يجب التنبه لها، وأن يعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وليس مجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به. فالولادة الطبيعية خير من التوليد، سواء عن طريق القيصرية أو غيرها، لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات، تحذر بقدر ما تستطيع. نعم.